La spiruline, spirulina, c'est quoi exactement? واش هي والواش تفيد؟ عبارة عن مكمل غذائي خارق ينتمي لعائلة تاع الطحالب الخضراء ولا الزرقاء. جينا واحد نوع تاع لي باكتيري نسموها لي سيانوباكتيريوم ولا سبيسيالمون غاتروسبيرابلاتينسيس. نلقاوها في لي فارماسي كوم دي كومبليمون اليمونتير مكملات غذائية على شكل مسحوق ولا على شكل يعني دي جيلول كاشيات. تعتبر مصدر غذائي كامل وفيه بزاف فوائد. وشنو هما؟ فيها لافيكوسيانين وهي المادة الأساسية اللي موجودة داخل سبيرولينا وتفيد بزاف. بروتينات وأحماض أمينية، كربوهيدرات وأحماض نووية وحتى فيتامينات ومعادن. فيها ديريفي تاع فيتامين أ مليح بزاف للعينين للبشرة والصحة تاع الجهاز المناعي تاعنا. فيها كا 1 وكا 2 اللي ملاح بزاف في وظائف تخطر الدم. فيها لوفار اللي يعاون بزاف للوقاية من فقر الدم. كالسيوم، بوتاسيوم، زنك، حمض الفوليك، مغنيسيوم، هادو كاع فيها. دونك تقولوا لي اوكي سمير سبيرولينا فيها هادو كاع بصح لواش تفيد؟ اول شيء تخدم نفس الخدمه تاع البروبيوتيكس، ما تعاون على نمو البكتيريا المفيده في الجسم، وراو فيها الكلوروفيل. بزاف منكم سقساوني على الكلوروفيل اللي يعاون على تعديل مستويات الحموضه في الجسم تاعنا. تساعد على الحد من اعراض الحساسيه. فيها مواد مضاده للاكسده، تخفض نسبه الكوليسترول الضار في الجسم، وتخفض نسبه ضغط الدم، مستوى ضغط الدم ماشي نسبه ضغط الدم. مام مرضى السكري بزاف مليح عليهم. التهاب المفاصل وتطهير الجسم من السموم، وحتى الناس اللي عندهم الزهايمر مفيده لهم. تقي من هذه الحاجه، دير لك وقايه من هذه الحاجه. والحاجه الاخرانيه يقي من السرطان. هذه هي الفوائد تاع سبيرولينا، وراهي غنيه بالكلوروفيل. الناس اللي سقسيو على الكلوروفيل ان شاء الله تكونوا استمعوا معنا. بالنسبه للمرضع وللحامل من الاحسن لا علاش؟ على خاطر ما كاش دراسات كافيه داروا على هذه الحاجه باش يعرفوا التاثير تاعها على الرضع ولا على الجنين. كيفاش نستعملوها؟ ملعقه صغيره اذا لقيتوها بودر خطره في النهار تكفي، ديجا الماء مطلقه ودوزات لداخل. سينو اذا لقيتوها جيلول ولا كومبريمي، جيلول جينيرال مطلقه، وحده برك في النهار تكفي ما شاء الله، سي سوفيزون.